السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد للقناة. فيديو ديال اليوم غادي نتقاسم معكم طريقتي في تحضير شوكولاتة للدهن. مكونات بسيطة وصحية، خليكم معايا باش تشوفوا المكونات وطريقة التحضير. المكونات اللي غادي نحتاجو: كاوكاو أو فول سوداني 2 معالق كبار، 125 غرام من عجينة التمر، معلقة كبيرة من الكاكاو المر، 75 غرام من اللوز محمر وغادي نطحنه من بعد، وشوكولاتة على حسب الذوق، وكاس ديال الماء. أول حاجة غادي نديرها، غادي ناخد عجينة التمر نزيد عليها كاس ديال الماء ونديرهم في كاسرونة على نار هادئة مع التحريك المستمر حتى تحل هاد العجينة. بالنسبة للفول السوداني والكاوكاو واللوز، هيكون القياس ديالهم، يعني المجموع ديالهم هو نفس قياس، هو نفس العبار ديال عجينة التمر، يعني 125 غرام عجينة التمر، 125 غرام خلطة لوز وكاوكاو. غادي ناخذ الكاوكاو نزيد عليه اللوز اللي طحنته، وغادي نزيد عليه عجينه التمر من بعد ما حيتها من فوق البوطه وخليتها شويه بردات. نخلط هاد المكونات مزيان مع بعض، من بعد غادي نزيد لهم الكاكاو المر ورشة ديال الملح. من بعد ما خلط العناصر مزيان مع بعض كما كتشوفوا، دابا غادي نزيد عليهم الشوكولاته اللي كنت ذوبتها من قبل. غادي نزيد الشوكولاته بشويه بشويه، يعني بتدريج شويه بشويه ومع التحريك، وفي الاخر غادي نزيد عليهم معلقه ولا زوج ديال الزيت النباتي.
هذا هو الشكل ديال الشكلاط من بعد ما خليته برد. كيجي القوام ديالو ثقيل شويه والمذاق ديالو رائع. كما شفتوا المكونات كاملين صحيين، سواء الفول السوداني او اللوز او التمر، واهم حاجه انه ما فيهش السكر، واخا فيه نسبه ديال الشكلاط العادي، ولكن ماشي مشكل، انا ما كثرتش الشكلاط. تقدروا تكتفيوا غير بالكاكاو المر اللي ما بغاش يدير شكلاط نهائيا، او لا الواحد يستعمل شوكولاته سوداء. صراحه النتيجه ديالو كتجي غزاله، انا عجبني بزاف وتقسمته معكم. نتمنى تجربوه وينال اعجابكم، ومع السلامه الى الفيديو المقبل ان شاء الله. We'll be right back.